السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، السادة أولياء الأمور، أهلا بكم جميعا في الفيديو بتاع النهاردة. فيديو النهاردة مش فيديو تعليم، ولكنه فيديو خاص بخطة القناة إن شاء الله في الفترة القادمة. طبعا النهاردة الأحد 17 يناير 2021، أخذنا فترة في البيت للتعليم أونلاين كما قال السيد الوزير، بقالنا اسبوعين اهوت، والنهارده تاني يوم يعتبر في الاجازه الرسميه، اجازه نص السنه. طب يا ترى دلوقتي ايه خطه الدراسه في الفتره القادمه بالنسبه للقناه؟ الفيديو النهارده يا جماعه بيختص بالمرحله الاعداديه تحديدا. بنقول ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا وانهينا المقررات الخاصه بالصف الاول والثاني والثالث، ركزنا برضو على طرح امتحانات وعلى مراجعات. ان شاء الله الفتره القادمه هتبقى كلها ايه، امتحانات واسئله وتدريبات وتدريب على يعني ازاي نكتب الباراجراف بطريقه كويسه. ده كل الشغل بتاعنا. شرحنا، ركزنا في سنه اولى على كتاب المعاصر، شرح من المعاصر، وطبعا ما نسيناش الناس اللي معاها الكتاب الخارجي جيم. خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى جميع الاسئله والتدريبات الخاصه بجيم، وده بالنسبة للصف الأول. وبرضه بالنسبة للملحق اللي هو الإضافي اللي مع الكتابين سواء المعاصر أو جيم، في شوية امتحانات كده مدارس، ما ركزناش على واحد منهم، لا ركزنا على الاثنين المعاصر وجيم. ف يا ريت يعني اللي يتابع يذاكر من ده ويذاكر من ده لو هو عنده ايه النسختين، اوكي. وبالنسبة للصف الثاني عرضنا برضو يعني مذكرة فيها مراجعة أسئلة وكلمات، وركزنا على الباراجرافس المهمة جدا للصف الثاني. وياريت يا جماعة تركزوا على الباراجرافس بالنسبة للبداية والموضوع والخطوات زي ما احنا بنشرحها بالظبط. برضو بالنسبة للصف الثالث خلصنا المنهج بفضل الله، وبدأنا في سلسلة حل المحافظات اتباعا ان شاء الله بزود محافظات. يبقى ابتداء من اول فبراير باذن الله كم الاختبارات هيزيد، كم الاختبارات هيزيد، وده على مستوى الصفوف الثلاثه. برضو احب اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، في اسئله كتير متكرره يعني دي بنركز عليها، يا ريت يكون معانا كشكول وقلم وندون الملحوظات اللي انا بقولها، ونخلي بالنا دايما من اللي هي الدوائر اللي هي تبقى من فوق ديت البيضة، لان يعني بجيب فيها ايه قوائم تشغيل معينه خاصه بالشرح اللي انا بشرحه. وكمان الصور اللي هي ايه اللي بتيجي يعني في اخر الفيديو برضو دي تبقى متعلقه برضو بالشغل بتاعنا، ممكن تبصوا عليها. ده كده كان كل الشغل المقترح باذن الله، الخطه الدراسيه، الخطه المنهجيه اللي احنا نمشي عليها في الفتره القادمه. يبقى نقول تاني يا جماعه الحمد لله المناهج خلصت، بنبدا في حل المدارس، في امتحانات واسئله متوقعه نركز عليها جدا جدا جدا. واحب ابشركم بشره كويسه ان شاء الله امتحانات تبقى كويسه، امتحانات تبقى ميسره. طبعا القول الفصل في مساله هنمتحن ولا مش هنمتحن ده كله بيتوقف على الوضع الصحي في 20 فبراير ان شاء الله، انما كل الاخبار حتى اللحظه بتقول بان هيبقى في امتحانات. الغوا من دماغكم خالص يا جماعه موضوع الابحاث، مفيش ابحاث خالص نهائي السنه دي يا شباب، ماشي. ربنا سبحانه وتعالى يتم العام الدراسي على خير وينجحكم ويوفقكم، وتنقلوا ان شاء الله كل ما ترغبون. و يعني برضه يا جماعه علينا بالاجراءات الاحترازيه، خلي بالكم ما حدش يستهين بالامر، غسل اليدين طبعا باستمرار زي ما احنا فاهمين بالماء والصابون، ولبس الكمامه يا شباب خلي بالكم، يا ريت بس نخلي بالنا الفتره اللي جايه ديت عشان نعدي لبر الامان، ويا رب يحمينا ويحمي بلدنا ويحمي ولادنا ويحمي كل عزيز علينا. وقبل ما ننهي يا جماعه الفيديو دوت بنحب بس ننوه لموضوع المواعيد بتاعتنا. السبت بنأكد على ان الصف الاول السبت والثلاث صباحا، الفيديوهات بتنزل الساعه 10 صباحا، انما في بعض الفيديوهات يا جماعه ممكن تنزل قبل 10، ممكن 9 ونص 9، وفي فيديوهات ثانيه ممكن يعني تنزل 10 ونص او 11، اوكي؟ يعني ممكن اكتر من فيديوهين في يوم واحد، فيعني ايه حاولوا تتابعونا ان شاء الله.
بالنسبه للصف الثاني الاحد والاربعاء الساعه 10 الصبح ان شاء الله، بالنسبه للصف الثالث يوم الاثنين والخميس العاشره صباحا. بكده يا جماعه اكون عرضت حضراتكم خطه القناه في الفتره المقبله، واوصيكم دايما بالمذاكره وما يعني ما انتخش كده بالعارض، يعني حاولوا تذاكروا وتهتموا. ما فيش معنى انك انت ريلاكس شويه كده وتشم هوا شويه، لكن مذاكرتك مهمه جدا. ما نعرفش الايام اللي جايه هيبقى شكلها ايه، ونتمنى دايما الخير للجميع. وعايز برضو انوه لحاجه مهمه، لو انتم حاسين فعلا بتعبنا اللي احنا بننزله لحضراتكم، يا ريت يا ريت يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. اللايك قد ايه فعلا يا جماعه مهم جدا جدا جدا. اليوتيوب بيحاسبنا على موضوع اللايكات، مهم جدا. برضو يا ريت ما تبخلوش علينا بشير، اعمل شير للفيديو لاصحابك واحبابك عشان تعم الفائده للجميع. احنا فترة مهمة جدا، فترة مراجعة وامتحانات وايه هي الأسئلة المتوقعة. حاول انك انت تشير الفيديو بقدر ما تستطيع على يعني زمايلك والجروبات بتاعتك وهكذا. برضو لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة، حاول تشترك في القناة من خلال المستطيل الأحمر اللي هو أسفل الفيديو، وتدوس على الجرس، جرس التنبيهات، عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد وكل اصداراتنا تباعا باذن الله. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا شباب.